تابعي اليوم السابع. معانا أستاذ دكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، لإلقاء الضوء على أهمية التحول الرقمي في المقررات الإلكترونية والمكتبة أيضا الإلكترونية ومركز الاختبارات، وهنتكلم على المنصة الإلكترونية للجامعة. كمان هيكلمنا الدكتور أيمن إبراهيم على السبق التحول الرقمي للمجلات العلمية وتطوير الموقع الجامعة الرئيسي، وهيكلمنا عن الاحتفال بيوم المهندس والمجهود المبذول وراء انضمام جامعة بورسعيد، انضمام 10 علماء من كلية هندسة وعلوم. والدكتور أيمن يتفضل مشكورا بإلقاء الضوء. تفضل دكتور أيمن. شكرا لكم وأهلا بكم معنا في رحاب جامعة بورسعيد، ومنورنا دايما إن شاء الله. طبعا جامعة بورسعيد يعني كانت لها السبق في التحول الرقمي، وحقيقة المشروع القومي اللي نادى به القيادة السياسية كان مشروع وجوبي ولازم، خاصة في الفترة اللي فاتت، يمكن هو اللي أنقذنا في فترة الجائحة وأنقذ الجامعات المصرية. فجامعة بورسعيد قامت في البداية بتحسين البنية التحتية من شبكة أرضية، من شبكات أرضية للكليات ومواقع الجامعة كلها، ودعمنا الجامعة بالعديد من الآليات والخوادم اللي هي السيرفرز، يعني علشان نقدر نقوم مشروع القومي ونتحول للتحول الرقمي وتطبيقات الرقمنة اللي احنا محتاجينها. طبعا ده تكلف مبالغ كبيرة جدا، ولكن الحمد لله قمنا به ووصلنا النهاردة بسرعات انترنت تفوق من 4 ل8 أضعاف في كليات الجامعة المختلفة، وده سهل لنا عملية التحول الرقمي بأن احنا نعمل منصة تعليمية ونعمل أكاونت وحساب لكل طالب اللي ممكن يخش ويشوف المادة التعليمية بتاعته. ده بجانب العديد من التطبيقات الأخرى، يعني التطبيقات الأخرى اللي تاخد منها موقع الجامعة على سبيل المثال. موقع الجامعة تم تطويره تماما، وكان موقع إعلامي إخباري، لكن الحمد لله تم تحويله بالمواصفات القياسية الدولية للمواقع، مواقع الجامعات العالمية، وبقى موقع خدمي للطالب. الطالب ممكن يخش يعمل عليه الخدمات التعليمية العديدة والخدمات الأخرى بجانب. طبعا الفترة اللي فاتت الحمد لله توفقت جامعة بورسعيد في البحث العلمي، وكان عندنا مجموعات بحثية كتيرة في كلية الهندسة وكلية العلوم خاصة وفي الكليات الأخرى جميعا، ولكن طبعا الكليتين الكبار المسؤولين عن البحث العلمي في بورسعيد هم اللي يعني فرحونا بأن في عندنا 10 علماء من جامعة بورسعيد أدرجوا في قائمة أفضل علماء العالم، أو اللي أفضل 2% من علماء العالم اللي بتصدرها جامعة ستانفورد الأمريكية. العلماء كان 8 من كلية العلوم في تخصصات الفيزيكس والكيمستري والبيولوجي، و2 من كلية الهندسة في تخصص الكيميكال انجينيرنج أو الهندسة الكيميائية. وده اندل فيدل الحمد لله أن جامعة بورسعيد تقوم على الطريق الصحيح في البحث العلمي والنشر الدولي. أما بالنسبة للحدث الجميل اللي كنا منتظره، طبعا أنا أحب جدا الحدث ده لأنه كان بيتم وأنا عميد كلية هندسة وبيتم الآن، هو إن شاء الله وبدعوكم جميعا للاشتراك في لمنتسبي كلية الهندسة ببورسعيد يوم 8/11 إن شاء الله، هو يوم الهندسة بورسعيد رقم 12، اليوم 12 لهندسة بورسعيد، وده بيبقى احتفالية جميلة لعرض مشاريع التخرج وتبادل ثقافي وخبرات ما بين الطلبة وما بين الخريجين، ويوم توظيف، ويبقى خليط كده وحدث بننتظره جميعا من سنة لسنة، خاصة ان هو وحشنا، لان السنة اللي فاتت كان الحدث يعني ما للأسف لغيناه وأجلناه وما تعملش نظرا لوجود الجائحة، وان شاء الله بنعيد احياءه هذا العام
وبنتمنى لكم الخير ونتمنى للحدث النجاح، وندعوكم جميعا جميع منتسبي كلية الهندسة لتواجد في هذا اليوم إن شاء الله. دكتور أيمن، كلمة حضرتك كده في عجالة سريعة عن مستشفى الجامعي اللي هي بتعتبر صرح طبي في مدن القناة وسنعوش. المستشفى الجامعي الخاص بكلية الطب الحمد لله احنا بنشتغل فيه على قدم وساق، وبنشتغل بيه بسرعة كبيرة جدا، والحمد لله يعني قربنا على انتهاء الانشاءات وجاري تجهيز بعض العيادات الخارجية عشان افتتاحها قريبا، ولكن ان شاء الله هنحط خطة جميلة وكبيرة لافتتاح المستشفى ككل قريبا. لكن طبعا يعني اعذرونا لان انشاء مستشفيات وتجهيز مستشفيات بياخد العديد من الموازنات وبياخد العديد من الجهد والمال، لكن ان شاء الله باذن الله احنا مصرين على العمل والتقدم في العمل بسرعة كبيرة جدا، ونوعدكم ان شاء الله باذن الله ان احنا نبذل قصارى جهدنا في استكمال المستشفى الجامعي لجامعة بورسعيد. دكتور ايمن ابراهيم رئيس جامعة بورسعيد، شكرا لسعة صدرك، وعزيزي المشاهد كان معكم محمد فارق من بورسعيد.